أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هبة على التنسيق الكامل بين كافة الجهات الحكومية لدفع ملف الاستثمار. جاء ذلك خلال اللقاء رئيس الهيئة مع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط بمقر وزارة التعاون بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأشاد رئيس الهيئة بدور وزارة التعاون الدولي في دعم بيئة الاستثمار في مصر، سواء عبر الترويج للفرص الاستثمارية أو توفير التمويل للمشروعات عبر شركاء التنمية الدوليين أو إطلاق المبادرات التحفيزية لمجتمع الأعمال. تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية، تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، حيث تضمن مركزاً تجارياً ومعارضة ومطاعم ومحطة وقود. وتقام المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة على مساحة 96 فداناً، وتوفر نحو 30,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بقيمة استثمارات تصل إلى 4.5 مليار جنيه. في أسواق البترول العالمية، أنهت أسعار النفط الأسبوع الأول من عام 2024 في المنطقة الخضراء مع تصاعد توترات منطقة الشرق الأوسط، وفي ظل تصاعد المخاطر في البحر الأحمر جراء الهجمات التي تستهدف السفن التجارية. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 1.51% لتسجل 78.76 دولار للبرميل، فحين ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.24% لتصل إلى 73.81 دولار للبرميل. هذا وصعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب 1.20% لتصل إلى 2.61 دولار للتر. كذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.55% لتسجل 2.89 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توقعت الحكومة الهندية نمو الاقتصاد في العام المالي الذي ينتهي في مارس المقبل بنسبة تقدر ب 7.3%، وهو أعلى مستوى بين الاقتصادات الكبرى في العالم. ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية الهندية، فإن تلك التقديرات هي توقعات مبكرة للعام المالي 2023-2024، مشيرا إلى أن إضافة البيانات المعدلة والإيرادات الضريبية الفعلية والإنفاق على الدعم الحكومي قد يؤدي إلى تعديلات لاحقة.